دلوقتي هنخش يا اولاد على الثروه السمكيه. الهند تعتبر من الدول الرئيسيه المنتجه للاسماك طبعا يا اولاد، لانها فيها مصايد اسماك كتيره. اول حاجه انها ليه؟ لانها بتمتلك سواحل طويله على خليج البنغال والبحر العربي، زي ما احنا شفنا على الخريطه كده يا اولاد. لو جبنا على الخريطه شوفوا الساحل البنغال قد ايه، امسح لكم بس الخطوط اللي احنا عملناها مع بعض اهو، بسبب يا اولاد شوفوا ساحل خليج البنغال قد ايه، شوفوا سواحل في الغرب البحر العربي قد ايه. فكل دي يا اولاد تعتبر مصايد اسماك بسبب طول سواحل السواحل بتاعتها، سواء في الشرق على خليج البنغال او في الغرب على البحر العربي. طبعا مش هننسى يا اولاد الانهار، بس طبعا احنا دايما بنتكلم ان المصايد الاسماك اكتر اسماك بناخدها من المياه المالحه. نخش بعد كده يا اولاد على الثروه المعدنيه ومصادر الطاقه. اهم ثروه في المعادن بالنسبه للهند الحديد، اهم معدن الحديد وشكرا بس. اما مصادر الطاقه يا اولاد الفحم، الهند ثالث دوله انتاجا للفحم. المناجم بتاعت الفحم عندها يا اولاد في هضبه الدكن. تاني يبقى المعادن الحديد، مصادر الطاقة الفحم، تالت دولة إنتاجا للفحم، المناجم بتاعته فين؟ في هضبة الدكن. طب ليه أهمية الفحم بالنسبة للهند؟ لأنه أساس قيام صناعة الحديد والصلب في الهند. يبقى ليه الفحم ليه أهمية كبيرة في الهند؟ لأن بتقوم عليه صناعة مهمة جدا عندهم وهي الحديد والصلب. بجانب ده يا أولاد اهتمت بمصادر طاقة تانية زي الطاقة النووية والكهربائية. طب ليه؟ ليه اشمعنى الطاقه النوويه والكهربائيه؟ ليه مثلا ما فكرتش في الفحم؟ ليه ما فكرتش في البترول في الغاز الطبيعي؟ لان هي عندها فقر في البترول ومصادر الطاقه الاخرى، فلجأت للطاقه النوويه والكهربائيه. دي كده يا اولاد بالنسبه للثروه المعدنيه. نخش على الصناعه. طبعا يا اولاد الصناعه ازدهرت بشكل كبير في الهند بسبب التطورات الصناعية الكبيرة اللي عملتها. طب ليه؟ ليه في تطور في الصناعة في الهند؟ أول حاجة من غير ما تفكر فيها حتى كلها في الأقاليم، لو تفتكروا الدرس اللي قبليه، بسبب توفر الصناعة، مقومات الصناعة سواء بشرية أو طبيعية. غير كده طبعًا قلناها في أول الدرس، الاهتمام بالتعليم والأبحاث العلمية، الناس بتطور نفسها، مش بتقف عند حاجة معينة وتقول خلاص، لأ، كل يوم في اختراعات جديدة يا أولاد وفي أبحاث جديدة. اهم الصناعات في الهند يا اولاد، اول حاجه قلنا الحديد والصلب اللي بتقوم عليه اهتموا بالفحم عشان الصناعه دي، الحديد والصلب، الالات، المنسوجات، السيارات، الالكترونات، صناعات غذائيه، صناعات كيميائيه. حديد وصلب، الات، منسوجات، سيارات، الكترونات، صناعات غذائيه، صناعات كيميائيه. اما يا اولاد نخش بعد كده على اهم المدن، خدنا منها اثنين بس هناخدهم باستفاضه. عندك هنا يا اولاد نيو دلهي، ودي قلنا دي العاصمه الاساسيه للهند. فيها ليه؟ بتوجد فيها جامعات والمراكز الصناعيه والمعالم التاريخيه الخاصه بالهند. تاني يبقى دي العاصمه الاساسيه اللي هي دي يا اولاد اللي احنا حاطين عليها دايره اهي، اللي هي نيو دلهي. دي فيها جامعات، مراكز صناعيه، معالم تاريخيه. عندك بومباي، دي العاصمه التجاريه، دي من اهم مدن الساحل الغربي اللي هو على البحر العربي يا اولاد، تعتبر اكبر ميناء في الهند وفيها اكبر المدن الصناعيه. بومباي دوله مهمه جدا يا اولاد. نخش بقى يا اولاد، نخش هنا على دوله اسمها حيدر اباد، اهي في النص هنا اهي. حيدر اباد دي يا اولاد موجوده في هضبه الدكن، احنا قلنا هضبه الدكن اهي على شكل ايه؟ سوري طلعت بره، معلش مش عارفه اتحكم قوي في الماوس. موجوده على هضبه الدكن يا اولاد اللي هو المثلث اللي في وسط الهند. دي تعتبر اكبر مركز للصناعه اليدويه. يبقى لما اجي اقول لك عشان ما تتلخبطش، اكبر المدن الصناعيه عندك هنا بومباي واللي فيها مراكز صناعيه نيو دلهي، لكن لما اقول لك ايه هي اكبر دوله في الهند فيها مركز صناعه اليدويه؟ حيدر اباد. وبتضم يا اولاد العديد من المراكز الاسلاميه، ركزوا كل حاجه خاصه بايه؟ فيها ايه؟ مش كل حاجه نقول اي حاجه وخلاص، يعني نيودلهي هم مراكز صناعيه دي مراكز صناعيه، لا، هنا مراكز صناعيه ومعالم تاريخيه في نيودلهي، هنا اكبر ميناء واكبر مدن صناعيه، هنا المراكز الصناعيه اليدويه والمراكز الاسلاميه. اخر حاجه في الدرس يا اولاد علاقتنا بالهند، مصر. في تطور في العلاقات سواء سياسيه، اقتصاديه، ثقافيه وعلميه. هناخد بس منها الاقتصاديه يا اولاد، يعني احنا بنديهم ايه وهم بيدونا ايه؟ مصر بتدي الهند القطن
يبقى دي اللي بتديها لنا الهند. غزل القمح، سمسم، شاي، توابل، قطع غيار وسائل النقل. وكده يا شطار نبقى خدنا جمهورية الهند، واتمنى تكونوا استفدتوا معانا. وبرضو نحل الاسئلة بتاعة الدرس ده، ويا ريت تبعتوها لي على الجروب اشوفها. وحشتوني جدا يا حبايبي، والسلام عليكم ورحمة الله.